سؤال، هل صلاة الإنسان تغير إرادة الله؟ لا، صلاة الإنسان بتكشف إرادة الله. يعني ربنا يريد لك الخير، فلما أنت بتصلي الصلاة بتكشف ليك الخير الذي يريده الله، سواء في استجابة الصلاة أو عدم استجابتها. لأن أحد الآباء قال كلمة كويسة خالص، قال هناك صلاة يظن الشخص أنها لا تستجاب، وتكون استجابتها في عدم استجابتها. لأن جايز أنت بتطلب حاجة وربنا شايف أنها ليست خيرا لك، فيبقى عدم استجابتها هي الاستجابة الحقيقية اللي ليك.